بين 20 نوفمبر 2002 و 20 أوت 2008. ربما تختلف السنوات والأشهر، لكن المكان هو نفسه، الملعب الأولمبي بالمنزه اللي انطلق منه المدرب الفرنسي السابق روجي لومير مع المنتخب في مباراة ودية ضد المنتخب المصري، انتهت بالتعادل السلبي. بعد 6 سنوات وفي نفس الملعب كان الظهور الأول للمدرب البرتغالي أمبرتو كويلو في مباراة ودية ضد المنتخب الأنغولي والتعادل الإيجابي هو الفيصل. Monsieur le maire, pendant son premier match ici à Almanzah, il a fait un match nul aussi. Il a emporté la Coupe d'Afrique. Alors vous, qu'est-ce que vous avez fait? Alors je pense que c'est bon. Bon, si on peut commencer. C'est dommage qu'on ait été déconcentré une seule fois. قدنا التركيز في مرة واحدة قبلنا فيها هدف. لكن أنا فرحان بالمردود اللي قدموا اللاعبين رغم التغييرات الكثيرة في التشكيلة. En première mi-temps, on a bien joué. Là, bon, après, on a fait beaucoup de changements. Bien sûr que le rythme de jeu il est baissé, mais je suis content de l'application, de l'attitude des joueurs. منتخبنا الوطني عاد للعب في الملعب الأولمبي بالمنزه بعد 4 سنوات من الغياب، لكن الجمهور كان غايب بعد أن كان في الاعتقاد أنه باش يكون حاضر بكثافة. يلزم المنتخب يلعب في المنزه ويبدأ ماتش رسمي يلعبوا في رادس، وإن شاء الله الماتش الجاي ترى المنزه معبي. والناس تجي من صفاقس ومن الجنوب رادس خير. هنا حتى باش تقاري الكهرباء معناتها فما مشكلة. معناتها نتصور انا راد صغير وحتى وسط الجمهوريه علاش لا؟ لا مركزيه وليكيب ناسيونال نتاع الناس الكل، معناتها مره في سوسه، مره المستير، مره صفاقس. المقابلات الوديه في المنزه باهي. بالنسبه للمقابلات الرسميه من المستحسن تكون في رادس. الملعب نتاع رادس يجلب الناس اكثر حتى من حتى في فرجه في الملعب نفسه. معناتها حتى الناس تشوف الملعب بيدو ماذا بيهم يشوفوا ملعب رادس. المدرب الوطني الجديد اختار في مباراته مع المنتخب الانغولي تشكيلة لها صبغة هجومية بخط 4-3-3 يوسف المويبي، أمين الشرميتي، سيلفا دو سانتوس، شكل ثلاثي الهجوم. عناصرنا الوطنية ومنذ بداية المباراة حاولوا الضغط على المنافس في مناطقه وتوفرت فرصة أولى في الدقيقة الثانية ركنية للمويبي في التنفيذ ورأسية الشرميتي الجانبية. لكن المنتخب الأنغولي حاول بكل ذكاء التخلص من هذا الضغط باعتماد الهجومات المعاكسة واستغلال سرعة مهاجم الأهلي فلافيو اللي كاد يستغل الفرصة لولا تدخل المدافع كريم حقي. في دقيقة ثانية المنتخب التونسي ضغط وخلق فرصتين، أول كرة مرتدة طويلة فلافيو خلق روحه وجه لوجه، معناها المدافعين يقول لك لازم ناخذ حذري أنا، ما نجمش نجازف ونقدم، معناها صحيح أنه نورمال موزم كل بلوك قريب لبعضه، لكن سرعة المهاجمين نتاع الأنغولا ومعناها وذكاء اللاعبين وسط الميدان يخليهم ما يقولش يتراجعوا ولكن يلعبوا بحذر. تكتيكمون كنا مركزين مليح وما فهمش حتى فاي غلطة انديفيديوال، هذيك نتحملوا مسؤوليتها احنا كلاعبين، وهذيك الكرة الواحد يحاول باش يتحسن، هذيك هي المباراة. لكن تكتيكمون معناتها ولو أول مرة نلعبوا مع بعضنا، لكن جو بونس معناتها بالوقت نجموا نتحسنوا أكثر. باستثناء هذه الفرصة اعتمد المنتخب الأنغولي التسديد من بعيد، لكن أبرز محاولة كانت تونسية في دقيقة 15، يوسف المويبي حضر بامتياز للمهاجم سوشو الفرنسي دو سانتوس، لكن الحارس الأنغولي نونو كاديت اللي عوض الحارس الأول لما كان أسبق. الضغط تواصل خاصة بعد دخول لاعب الوسط أسامة الدراجي اللي ينضم إلى التشكيلة لأول مرة مكان حامد النموشي اللي يصيب في الدقيقة 27. 10 دقائق فقط بعد انضمامه للتشكيلة الدراجي يمنح كرة ممتازة ليانيس بوسعادي على الجهة اليمين، والظهير الأيمن لسالزبورغ النمساوي بذكاء كبير يمر لأمين الشرميتي اللي ما فلتش الفرصة لافتتاح النتيجة. البونتو كان كنا يعني شيما في الشيما التكتيك نتاعنا، يعني كرة كتبدا في الوسط نلعب واش ديريكت اون بروفوندور على خاطر اللاعبين نتاعهم طويل، المدافعين نتاعهم طويل، نلعبوها على الجناب نحاولوا نخرجوا على الجناب ومن الجناب نحاولوا توزيعات جانبية. الحمد لله ربي لعبناها على الجناب وتعديت وجا بونتو، يعني خدمناه في الانترينمون البارح. دخلت عاونت صحابي قدمت المردود اللي يلزمني نقدمه، وان شاء الله واحد يكمل على المنوال هذا ويزيد يعطي ما خير ان شاء الله. منتخبنا الوطني كاد يضيف هدف ثاني في الدقائق الاخيره من الشوط الاول بعد مخالفه نفذها العائد الى تشكيله المنتخب انيس بوسعادي ورأسيه دو سانتوس جانبيه. حسينا اللي الفريق الوطني قاعد يحاول يقدم، شفنا مثلا الاكسيون تاع البونتو، شفنا كيفاش البوسعادي خدم على اليمين وقدم لنا برشا، ما شفناش ظهيري من في تونس يقدم ديما، احنا عندنا ظهير ليسر برك يقدم، شفنا حتى في وسط الميدان ولو ما زالت ما فماش اكل التجانس اللي في وسط الميدان، ولكن تحس فما رغبه، فما كره تلعب القدام. المدرب الوطني أمبرتو كويلو قام بعده تغييرات على مستوى التشكيله في الشوط الثاني، لكنه حافظ على نفس التماشي، الهجوم بثلاثه لاعبين والانغوليين ما اكتفوش بالدفاع،
وحاولوا من جهتهم المباغتة بتركيز عملياتهم الهجومية على فلافيو، لكن الحارس المثلوذي كان في الموعد في أكثر من مناسبة. دقيقة 53 حاول أمين الشرميتي استغلال هفوة في الدفاع الأنغولي يسقط، لكن الحكم الجزائري بشاري ما يترددش في إنذاره. بعد خروج الشرميتي وتعويضه بوسام بن يحيى أصبح منتخبنا الوطني يلعب مهاجمين بنظيفالة والمويهبي وفي بعض الأحيان بمهاجم وحيد. وأبرز فرصة كانت في دقيقة 72 بعد تنفيذ ركنية من ظهير الأيسر خليل شمام اللي يسجل مشاركته الأولى مع المنتخب بنظيفالة في اللمسة الأخيرة جانبية. وسام الدراجي كاد يمضي هدف بعد 5 دقائق تسديدة قوية، والحارس الأنغولي نونو كاديت يفسخ هدف. تكتيك في الوقت بدل الضيع وهجوم معاكس المنتخب الأنغولي. سانتانا جوزي كارلوس وجه لوجه مع الحارس العربي ماجي يباغت الجميع ويسجل هدف التعادل. التعادل في نهاية المباراة اللي كانت أهم اختبار لمنتخبنا قبل المواجهة المرتقبة يوم 6 سبتمبر ضد منتخب بوركينا فاسو في العاصمة البوركينية وغادوغو، وفرصة كبيرة للمدرب الوطني أمبرتو كويلو لمعرفة المجموعة عن قرب وتقييم مدى استيعابهم لتكتيك المدرب البرتغالي. التكتيك هذا يخلينا نخدم اوفنسيف زاده، خلينا زاده ديفونسيزمون نبداو مرتاحين، وان شاء الله نكملوا على المنوال هذا ثم ان شاء الله كان خير ان شاء الله. On va continuer à travailler. J'ai aimé beaucoup quelques animations qu'on a fait, qu'on a travaillé hier. باش نواصل العمل بجدية. عندنا لاعبين ممتازين قادرين على تقديم مردود أفضل بمزيد من التجانس واللحمة. avoir une bonne synchronisation entre les joueurs et en même temps que le rythme de jeu soit élevé. فريقكم جيد تماما مثل فريقنا، نعرف كويلو ونعرف اللي باش يقوم بعمل ممتاز. تونس قادرة كالعادة على تكوين فريق كبير. المطلوب في المباراة القادمة أمام بوركينا فاسو مباراة صعبة، أولا لا يجب أن ننهزم، ثم لابد أن ننتصر هناك، والمنتخب الوطني التونسي دونك حتى لا ينهزم يجب أن يدافع بشكل جيد. وقت ما تدافع بشكل جيد قادر أنك تخرج من المناطق متاعك، قادر أنك تحقق الأهداف متاعك، وهو تسجيل الأهداف وبالتالي تأمين العبور نحو الانتصار.